مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، جدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، وانطلاقة شوطنا السادس في مجموع الأشواط، وشوطنا السادس هنا المنطلق بتحدياته وأشواط هذا الصباح المميز الجميل هنا على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا نسير معكم مع القعدان ونتابع هنا المقدمة، نتابع الصدارة والمقدمة هنا في هذه اللحظات. مشيب ياتينا على الصدارة وعلى المقدمة، الشيخ منصور بن ابراهيم بن احمد المعلى وجمال بن سعيد بن سالم الشمطي لقتبي من يتابع على المركز الاول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني ياتي مشوش لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد ال نهيان مع الصادق فضل الامين شاهين المتسلل بهذه الانطلاقه وبهذا الاندفاع هنا من هجن زعبيل بمتابعه المتالق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وعلى المركز الرابع ياتينا النخالي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المضمر هنا علي بن هزيم المسافر المكتشف من يتابع على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس يأتي الغزالي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتمرس هنا عتيق بن سالم العرط الحميري. أما المركز السادس فالقادم بهذه الانطلاقة هنا هو التحدي الجميل هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة، والقادم مجد لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع أبو سعيد عبيد بن محمد بن ضبيعة لقتبي في تضميرة. وعلى المركز السابع سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقبع، والقادم هنا هملو من هجن سيح السلام مع المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم هنا على المركز الثامن. المركز التاسع شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعاشر مراكزنا المنطلق مشاهدينا الكرام هنا بانطلاقة وتحديات وافي من هجن سيح السلام مع سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة لنا عودة. نعود هنا إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى مشيب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى جمال بن سعيد بن سالم الشمطي الكتبي من يتابع على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين القادم هنا من مؤسسة هجن زعبيل القادم أيضا وعينه على المقدمة بهذا الاندفاع المميز هنا أيضا مع المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير من هنا يأتي ثانيا. وعلى المركز الثالث هنا يأتي مشوش لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين الغزال المتسلل من المراكز الخلفية إلى المركز الرابع بهذه اللحظات. هنا يندفع بهذه المقدمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، وخامس المراكز شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، سادسا مجد سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم بقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة. والكيلومتر الأخير غادرنا، الكيلومتر الأخير غادرنا بقيادة هنا مشيب على الصدارة، مشيب على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. وعلى المقدمة للشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى جمال بن سعيد بن سالم الشمطي من يتابع على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني والقادم بهذه اللحظات شاهين، شاهين القادم من هجن زعبيل هنا أيضا مع المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد هنا على المركز الثاني، ولكن هنا
الصدارة والمقدمة والمركز الأول. مشيب على الصدارة وعلى المقدمة، هنا ينفرد بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول. مشيب هنا للشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى، هنا يأتي بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط بقيادة جمال بن سعيد بن سالم الشمطي الاكتبي. هانينا لو ناموس على هذا الفوز الجميل. سلام هناك لأم القوينة على هذا الأداء المميز، وها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني يأتي شاهين من هجن زعبيل. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام الغزال اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد الاكتوم. المركز الرابع ياتي مشوش اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن محمد النيان. وماجد في المركز الخامس لسيد اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. نعود الى التوقيت الزمني الافضل في سباق صباح هذا اليوم، من سجل مع ايضا مشيب من ياتينا بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل. هنا ها هو لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. إذا مشيب هو من أعلن الفوز بست دقائق ست ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس هنا للشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى. شكرا جمال بن سعيد الشمطي من قدم بالانطلاق والأداء. شاهين سجل ست دقائق تسع ثواني ثمانية من الأجزاء من الثانية من هجن الزعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. بينما المركز الثالث أتانا الغزال اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم. قيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري هنا من أتى هذه الانطلاقة قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا أيضا 6 دقائق 18 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية.